تحية خاصة لمناضلي ومناضلات تمارة، تحية خاصة كذلك لمناضلي ومناضلات سلا، ترحيب خاص لسيدي سليمان والسيدي قاسم ومشرع بن القصيري، وتحية خاصة لمناضلي ومناضلات الخميسات. فكاين مؤسسات لابد ان تكون مؤسسات كذلك للتحكم، كاين تحرير السوق ولكن خاصنا اللي راقبنا هذا السوق، اللي ما يمكنش تكون الفوضى في السوق. اذا هذه الاكراهات كلها نستحضرها ولكن نتطلع الى ضروره الزياده في الاجر، لان الطبقه المتوسطه الان تنهار نحو الهامش، ثم كذلك لابد من اخراج السجل الاجتماعي لان هناك اناس ليس لهم اي مدخول، فاطار التضامن او حس تضامني لابد ان نستحضر ان هذا السجل يجب ان يخرج ولكي يكون هناك دعم مباشر للطبقات التي تستحق، ثم كذلك ندعو الى التنزيل السريع لورش الحمايه الاجتماعيه لانه سيعفينا من الكثير من المصاريف بالنسبه للطبقه التي لا تملك شيئا. اذا هذه العناصر لابد ان تبذي فيها مجهود الحكومه. نعلم ان هناك سياقات اقتصاديه خانقه، نحن لا نزايد ولكن نقول نحن الحكومه الناجحه هي التي تدبر الأزمة، أما التي تدبر العادي فهي ليست ناجحة، فهي عادية. وأنا أقول لثقة أن الحكومة سوف تعمل على وجود حلول مستعجلة للقدرة الشرائية. الطبقة العاملة في عيدها الأممي اليوم، جاء حزب الاستقلال على اعتبار أن الاتحاد العام للشغالين هو ذراعه النقابي، وعلى أساس أن نضالات الحركة الوطنية الأول ثم بعدها نضالات حزب الاستقلال كانت دائما تعتبر الجسم النقابي هو عمود الفقري للفعل السياسي ببلدنا، ولذلك جئنا لنباركهم في هذا العيد، جئنا لنبارك كثير من الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة وحزب الاستقلال داخلها من أجل مصلحة العمال والعاملات، ولكن كذلك جئنا لنطلب من النقابيين مزيد من التعبئة، مزيد من الاتزان من أجل استكمال النضال في من أجل تحقيق المطالب المتبقية. الحوار الاجتماعي هو مفتوح صحيح، الحوار القطاعي كذلك، بعض المكاسب وكثير منها حتى يعود إلى أفريل، يعني أفريل الحكومات اللي سبقت العشر سنوات الماضية. إذن الخطوات تتقدم، نريد سرعة أكبر وأقوى لأن الطبقة العاملة تحتاج إلى هذه الالتفاتة وتحتاج إلى الكرامة، وحزب الاستقلال يعتبر نفسه من أي موقع كان هو في خندق واحد مع ذراعه النقابي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. تعرفوا احنا دائما فاتح كنحتفلوا بعيد الشغيلة، وهي تتكون واحد الفرصة باش كنجبدوا كنشوفوا المكامن ديال الضعف اللي عشناهم. والآن الاتحاد العام للشغالين جميع الحوارات ديالها اللي كانت مع الحكومة انها كتطالب بالزيادة في الأجور، هذه من جهة، من جهة أخرى كنطالبوا أما فيما يخص الحق في الإضراب والتقاعد، على أنهم هادوك واحد الملفات اللي غادي يبقاو أون انستونس، اللي غادي يبقاو عالقة، تنتسناو الحكومة تعطينا الاقتراح ديالها وغادي نعطيهم اقتراح. الاتحاد العام للشغالين الأم الآن اللي تطلب زيادة في الأجور.